نتمنى البلد يزدهر، نبي شيء سياحي مثلا، الأندية، الاهتمام بالشباب الرياضي، الاهتمام أيضا بالمسرح، واهتمام بالمتقاعدين اللي قدموا خدمة للوطن، وأيضا لا ننسى إخواننا ذي الإعاقة أيضا لهم أمنيات في هذا العهد الجديد، وإن شاء الله نتمنى في هذا العهد الجديد أن تتحقق هذه الأمنيات إن شاء الله. قلت لها تحتاج إلى بعض الهدوء والنظر إلى سموه كيف سيقوم بهذا بهذا المنصب حفظه الله، ومتفائلين خير وفوق الخير، نقولها والله متفائلين لا متشائمين.